الحقيقة هذه أدوات كانت تستخدم بالعملية التدريسية منذ العام 1931، أدوات قديمة جدا. حاولنا أن نعمل بها معرض للاستدلال على المراحل الأكاديمية اللي كانت تمر فيها جامعة فلسطين التقنية عبر السنوات منذ عام 1931 ولغاية 2011. هذه الأدوات قمنا بتجميعها وصيانتها حتى الزائر إلى جامعة فلسطين التقنية يكون على علم أو على اطلاع بكافة الأدوات التي كانت تستخدم في المجال التعليمي والأكاديمي في هذه الجامعة. طبعا هي أدوات الآن قيمة جدا ولا تقدر بأثمان، وحضرتكم بإمكانكم تأخذوا تصوير كامل عن هذه الأدوات. الغريب فيها أنه بزيارة ميدانية أنا والدكتور رئيس الجامعة إلى المستودعات في الجامعة وجدنا هذه الأدوات مهملة ومتروكة جنبا، وبتوجيهاته طبعا قمنا بترميم هذه الأدوات وعمل هذا المعرض الذي حقيقة الذي كان له نتائج إيجابية جدا. كافة الزائرين اللي كانوا اليوم شاركوا اليوم وبالأمس لمؤتمر الزيت والزيتون اطلعوا على هذه الأدوات، وفعلا وجدت أن هذه الأدوات هي الآن حاليا نادرة الوجود ولا تقدر بأثمان. لو تعرفنا على بعض هذه الأدوات الدكتور. والله الحقيقة أنا اختصاصي في المجال الاقتصاد المصرفي، وهذه كلها أدوات تختص بالكيمياء، تختص بالمواد العلمية. يعني على سبيل المثال هذا المجهر يختص بالكيمياء والأمور العلمية، هذا كانت أوزان تقريبا. يعني أنا مش مجال اختصاصي، لكن وجدنا أدوات لا أستطيع أحكم ما هي استخداماتها. شوف هذه المادة أو القطعة هذه أثرية جدا. ما حقيقة إحنا سنحاول نشكل لجنة علمية من ذوي الاختصاص: فيزياء، رياضيات، كيمياء، أحياء، بيولوجيا، لدراسة كافة هذه الأدوات، كافة هذه الأدوات، وتقديم موجز عن استخدام هذه الأداة. بمعنى أنه بالمستقبل بعد تشكيل هذه اللجنة العلمية من الأخوان الزملاء الدكاترة الأفاضل في قسم الرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء راحين يطلعوا على هذه الأدوات، وكل أداة من هذه الأدوات راحين يكتبوا عليها موجز مهم. اللي بقدر أن أفرجكم إياه حقيقة على سبيل المثال، هذا الجهاز هو جهاز هاتف قام بإعداده الطلبي قبل فترة طويلة جدا، يعني من طلبة حضوري. فالأجهزة هاي قسم منها من إعداد الطلبة نفسهم، طلبة جامعة فلسطين التقنية أو أيامها كانت كلية الزراعة، والجزء الآخر هي عبارة عن مشتريات من الأسواق. الحقيقة في كمان اللي استغربنا منه إنه أدوات مقدمة من جهات أوروبية منذ حوالي 70 عام. يعني على سبيل المثال القطع هاي، زي هذه القطعة تقريبا إلها هيستوريكال، يعني تاريخ محدد، ومقدمة من دول أجنبية إلى جامعة فلسطين التقنية بينما كانت مدرسة زراعية. فالحقيقة هذا المعرض إرث لجامعة فلسطين التقنية، إرث لمدينة طول كرم، ويجب الاهتمام به والتمسك به والمحافظة عليه في هذا الشكل. إحنا الآن بمرحلة استكماله، لسه نحتاج إلى إضاءات معينة وإلى أعداد تواريخ محددة حول استخدامات كل قطع من هذه القطع، ونحافظ عليه إن شاء الله ونكون قد المسؤولية.